سيستيب السعدوي كثير يتساءل عن مبادراتكم هذه لم الشمل، ممكن تشرحوها لنا وتشرحوها للمتابعين، ماذا تقصدون بمبادرة لم الشمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مبادرة الشمل هي فكرة جات للوجود، القصد منها لم رأي الجزائريين على قضية الرئاسيات وشكون هو البشر اللي يقدر يغوفرني في عهد الحراك، في عهد النطواياج، في عهد الإصلاح، في عهد البندية نقصوا، الخيان نقصوا، نقصوا راني نقول ماشي كملوا نقصوا، وفي خضر فكر جديد وسنمكن للشباب اللي كان محروم، القارين الكفاءات اللي كانت محرومة ومهمشة، القصد منها أن نجمع الرأي وباش نخير راجل ونشوفوا دراسة الفوت اللي يخرج على الجزائر والشخصية اللي درنا 4 نتاع لي كريتار اللي عليها نقيس المترشح ولا اللي باغي يتقدم للحكم، واش هما القراية والكفاءة وخوف ربي والبرنامج، هادو 4 عناصر عليها يندار الفوت. حلينا درنا دعوة، لقينا روحنا واصلين 8600 بنادم ومشينا للتأطير، درنا منسقين في الولايات والمنسقين في الولايات داروا في البلديات وكل بلديات شوف القائمة اللي نتاع الناس اللي ماشيين معانا، لقينا روحنا في 8642 بنادم بلا العائلات، البنات الأولاد كل واحد عنده بناته وولاده اللي ما يقدرش يقولهم لك في الفيسبوك ولا يدير سمواتهم. إذا نحن نعد بالألاف، رأينا هو الانتخابات الجاية نجمعوا الوحدة، ودرنا مصلحة الوطن ودرنا باللي اللي ما يأمنش بالثوابت ما يمشيش معانا. شرط انك لا نقاش في الثوابت، والاول اللي يمشي معنا لازم يامن بالثوابت وغير قابله للنقاش، معناه وطني ونشوفوا واش يخرج على الوطن. هذه هي المبادره، وحلينا سيت درنديروا فيه الفوت قبل الفوت تاع يوم 12 نشوفوا